تقول: مات أخي وعليه دين وكفارة ولم يحج، أما الدين فقد قضيناه عنه والحمد لله، والكفارة هي بسبب أنه دهس طفلا صغيرا عمره سنتان تقريبا، وكان أخي بالغا في ذلك الوقت ولم يصم شهرين متتابعين ولم يعتق رقبة، فهل نعتق عنه رقبة من ماله الذي ترك؟ وكيف يكون ذلك؟ وهل أحد عنه من ماله أو من مالنا الخاص؟ وكيف تقسم التركة على والدي دون مأجورين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الواجب عليكم في هذه الحالة البداء بالدين، لأن كفارة دين في ذمة هذا الميت، وكذلك الحج إذا لم يكن أدى فريضة الإسلام فالحج أيضا دين في ذمته، فعليكم أن تنفذوا هذا الدين أولا قبل الميراث، لأن تعتقوا رقبة، لأن تشتروا مملوكا وتعتقوه إذا وجدتم ذلك، إذا وجدتم من يباع من الأرقة أشتروا من التركة رقبة وأعتقوه منها كفارة عن هذا الميت، وإن لم تجدوا رقبة تباع فلو صمتم عنه أو صمتم عنه شهرين متتابعين لأبرأ ذلك ذمته، لكن هذا لا يجب عليكم، وإنما هو من باب التبرع منكم أنتم، أما إن وجدت الرقبة فهذا أمر واجب تنفذ من تركته. أما قضية الحج فكذلك يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، من يكلف مثلا من أهل ثقة من أدى فريضته أولا ينوب عنه ويعطى تكاليف الحج من التركة، ثم بعد ذلك يأتي الميراث لأقاربه الذين أسهل الله سبحانه وتعالى حقوقهم في الميراث. جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية تقسيم تركته بالنسبة لوالده، جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية تقسيم التركة بالنسبة لوالد المتوفى الذي هو والد السائل أيضا. قلنا أولا يبدأ بالدين الذي لله بذمته من الكفارة ومن الحج. أما توزيع التركة على الورثة فهذا يحتاج إلى معرفة من هم الورثة الذين خلفهم. لا نستطيع الآن لأنه لم يبين من هم الورثة. جزاكم الله خيرا.